دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا به بنى الله له بيتا في جنة الفردوس، فيه 70,000 غرفة من نور ساطع، في كل غرفة 1,000 سرير، على كل سرير حورية، ويدخل عليه كل يوم 1,000 ملك بالهدايا من عند الله تعالى. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.